صباح الخير وخير الصباحات معكم مشاهدينا ومستمعينا عبر قناة أوجريت وإذاعة أمواج من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية. ضمت ورد جديدة، عطر جديد، دائما نحن بنقطفهم من بساتين الفن. ورودنا اليوم من عالم الغناء والموسيقى والفن التشكيلي، الرياضة والأدب. رح نكون مع الباقة الجميلة والمتجددة معكم دائما بضمت ورد من الفنون، ومثل ما بنقول من كل بستان زهرة. صباحكم خير وسعيد، واليوم انتوا معنا بعطلتكم وبايامكم الحلوه دائما ان شاء الله مع شهر تشرين ونسماته اللطيفه والبارده وصباحاتكم الاحلى. بنتمنى لكم كمان يوم جمعه سعيد. هذا اليوم ببلش معكم دائما بكل الخير، ورح نبدا معكم مع باقتنا وعطره مع فنان عريق واصيل، فنان ممن عاصر الرواد الكبار، وهو اليوم يقدم هذا الفن ممزوجا بين القديم والحديث. بيسعدنا كثير نرحب بالفنان عبد الفتاح المفتي. يا صباح الخير استاذ صباحك عبد الفتاح. صباحك. اهلا وسهلا فيك عازفا ومغنيا. وطبعا قبل ما نسمع شيء رح نحكي عن الاستاذ عبد الفتاح اللي هو حاليا احد اعضاء فرقه نهاوند. نعم. وانتم فرقه ومن الفنانين الجيل اليوم اللي عاصرتوا جيل رواد، تدربتم وتتلمستم على يديهم، فبحب يعني تحطنا بهيك صورة كيف أنت تدربت عند كبار الموسيقيين في محافظة اللاذقية في بدنا نقول قبل 30 سنة. نحن ما عم نكبرك، بس لأن هي كانت البدايات فعلا اللي اليوم تنم عن فن أصيل وعراقة. أولا صباح الخير. يا صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. بديت بالفن أنا بشكل عام بال 74، درست العود، على آلة العود دخلت النادي الموسيقي، على كان الأستاذ محمود عجان رحمه الله طبعا يعطينا توجيهات. بعدين كان الأستاذ فهمي الشغري، كان الأستاذ زياد عجان، وما أستاذي هو تاج راسي يعني لهلا، والأستاذ حسن طحان طبعا بالنادي الموسيقي. فعاصرناهم نحن وشفنا شو بيعملوا، شو الألحان اللي بيساووها، يعني غير هالجيل هيدا طبعا. فكان بيسعدني انا بسنه 91 استاذ زياد الله يطول بعمره اعطاني دور بسكتش اسمه موال الحجر اعتقد هيك، والان اعطاني اغنيه اسمها داري من تهواه داري. طبعا كثير انا سعيد باني غني له، ونحن سعيدين نسمعها لهالاغنيه. بس هيك كنتوا بهديك الفتره هيك مجموعه شباب متحمسين بتحبوا طبعا الموسيقى. كنا متحمسين، كان في مثلا اساتذه بدنا نقول هيك احتضنوكم، قدموا لكم. كان الاستاذ سمير زوزو الله يرحمه. كنا نقعد بجلسات حلوه، يعني كل واحد يغني الاغاني اللادقانيه الاصيله، كل واحد يقول ولنفترض اي اغنيه، الكل يغنوها، الكل يغنيها بطريقته. بتحسي عيله واحده، حتى الاغاني بتحسيها بعائله متكامله في 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 اللاذقيه وبالجلسه نفسها. فاغانينا كانت كثير حلوه، وسبحان الله انا من عشاق الاغاني هذه كلها. وبقيت استاذ عبد الفتاح يعني انت اليوم مستمر مع فرقه عم تقدموا اغاني. طبعا كان لي الشرف اكون بفرقه نهاوند وما زلت فيها طبعا اكيد، بقيادة الفنان بقيادة الأستاذ حسن طحان. موجه له تحية أكيد، لأنه هو عم يجمع هاي نقول العطر المعتق للفنانين بلادية عبر فرقته مع جيل شباب، يعني كمان دائما عم بيكون في تطعيم وعم يتعب كتير يعني حتى نجمع ونقول ان شاء الله في اعمال ان شاء الله رح تسمعوها باذن الله. ان شاء الله في عندك اغنيه بدنا نقول جديده هي بس من وحي القديم، القديم الوحي الاصيل يعني. داري من اهواه داري من تهواه داري من تهواه داري، هي كلمات المرحوم احمد شهير بنشي. موجه تحيه لروحه واللي غادرنا من فتره يعني تقريبا من شهر، رحمه لروحه. وايضا هي من الحان طول عمر الاستاذ زياد عجان. بيسعدنا يعني نفتتح حلقتنا اليوم بهي الاغنيه طبعا. لاول مره عم بتغنيها يعني طبعا اول مره. نعم. داري من تهواه داري، انت كن بالحب داري. داري من تهواه داري،
انت كن بالحب دار يا عزلي دعني إليها وأنا بين يديها دار من تهواه داري انت كن في الحب داري دار من تهواه داري انت كن في الحب داري عزلي دعني إليها وأنا بين يديها عزلي دعني إليها وأنا بين يديها عينها يلي عليها أشعلت بالقلب نار يا خليلي لو تراني ناحلا جسمي براني يا خليلي لو تراني ناحلا جسمي براني منك طيف زار جفني صبحوا النوم عني ومنك طيف زار جفني صبحوا النوم عني معناه طول حزن ليت ليلا ما أتاني معناه طول حزن ليت ليلا ما أتاني معناه طول حزن ليت ليلا ما أتاني. أغنية جديدة أخذتنا لأجواء الطرب الأصيل حتى الجمل الموسيقية القديمة العريقة يعني فمن الطبيعي أساتذة كبار إنه تكون هاي هي المحصلة بهيك أغنية هيدي مكتبة لحالها يعني بدها تكون مكتبة لحالها يعني هي وبعض الأعمال بدها تصير إن شاء الله للأستاذ زياد عجان للأستاذ محمود عجان الله يرحمه رح نعمل لهم مكتبة خاصة لإلهم نحن بنتمنى يعني اليوم هاي الأغاني قليلة جدا ما عم نسمعها ما عم يكون في مناسبة إلا ربما ببعض الحفلات فنحن بنتمنى فعلا نكون نحن حتى كأعلام حاصلين عليها في الإذاعة في التلفزيون إن شاء الله وهذا حقكم أيضا أنتم من الجيل أستاذ عبد الفتاح اللي ما رقدت وراء شهرة سريعة لا. ولا نجومية ولا أنه بدكم تصيروا مطربين لا. المتعارف عليهم ضليتوا بهال هيك التقل يعني نسميه وبس بنفس الوقت شغفكم وحبكم للفن هو اللي خلاكم تستمروا اكيد اكيد يعني كان نحن عندنا بروفات احد واربعة فانا بيجي اول واحد انا اول واحد بدخل على النادي بيفتح النادي وبدخل على النادي فبنعزف ما بقى بنعزف اغاني حتى اغاني ام كلثوم ما نعزفها مثلا بنعزف اللي بدنا نعزفه للاستاذ محمود كان الاستاذ زياد كان الاستاذ حسان كان فما مصدقين امتى نجتمع كلياتنا والفرقه بشكل عام يعني يد وحده اهل اصدقاء اخوه شيء يعني عالي الوصف وانتم بقيانين بهي الروح اللي مثل لما بلشتوا شباب يعني بداتم مجموعه من فنانين اللاذقيه يعني بداتم بهالروح الجميله ومستمرين لحد الان لحد الان مستمرين بحبكم للفن ولو انه بقله بظهور قليل انه انتم عم تشتغلوا شيء نوعي حتى لو غابت نص الفرقه بدنا نشتغل عم تشتغلوا بدنا نشتغل حبك للغناء كمان يعني غير طبعا بتغني هلا هي الاغنيات اللي بدنا نقول الخاصه ونحن يعني كثير عن جد بيسعدنا نسمع اغاني انتاجنا اللاذقاني تحديدا بالكلمات بالالحان بنفس الوقت انتم بتغنوا طرب قديم بتغنوا قدود بتغنوا موشحات يعني انتم تربيتوا على هذا النمط طبعا ربينا على الموشحات والقدود والادوار ربينا عليهم خاصه
انا من اللاذقيه بعشق اغاني اللادانيه الحلوه هيك البسيطه اللي الناس كلها بتقولها بالشارع بالبيوت اللي حافظينها وقد ما تكررت قد ما تكررت حلوة. بتضل حلوه بتضل موجوده. نحن رح نسمع اغاني اللاذقيه طبعا اكيد ان شاء الله، بس انا حابه بعد ما نضم باقتنا هيك حتى يشاركونا لان نحن نثبت انه كلياتنا حافظينهم ومنرددهم وهدول اغاني يعني موروثنا الجميل. اغاني الطرب حتى اغاني الطرب العربي بتقدموه كمان بحفلاتكم طبعا بتعتمدوه كمنهج يعني دراسي وموسيقي ايضا طبعا خاصه طبعاً. اغاني الاصيله يعني شيء اكيد مثل عندك كارب محمود عندك ام كلثوم عندك عبد السروجي عندك صالح عبد الحي كله شو رح نسمع هلا من هي كارب عنابي يا عنابي يا خدود الحلوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحلوة عنابي يا عنابي يا خدود الحلوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحلوة يرضي كل حلي ويسيبني بالنار اللي بتذوبني يرضي كل حلي ويسيبني بالنار اللي بتذوبني قصده الحلاوة ايه قصده الحلاوة تم تلارا ترارارا بتميل العيون على خده وبتشاهد جمايل ورده ورسايل عبير بيعدوا لو فات الحلاوة بتميل العيون على خده وبتشاهد جمايل ورده ورسايل عبير بيعدوا ولو فات الحلاوة بتهل الروايح منه وبيتقال عليلك منه بتهل الروايح منه وبيتقال عليلك منه متأكد وعارف انه أمورة وحلاوة يرضي كل حلي ويسيبني وبالنار اللي بتذوبني قصده الحلاوة ايه قصده الحلاوة الله على الأصالة وعلى الفن المعتق هيك الأصيل يعني الأصيل بضل أصيل يعني بضل فعلا يعني مثل التاريخ والأغنية القديمة والطراب مثل التاريخ بتضل ثابتة هي جزء من موروثنا يعني طبعًا هذا موروث وجداني وإنساني عميق يعني عطر الورد هيك من الوردات اللي بدنا نقول البلدية بأول اطلالتنا مع هذا الفن الأصيل مع عزف وغناء الأستاذ عبد الفتاح راح تنضم وينضم لنا نحن دائما متفقين على انه الورده سواء للمذكر او المؤنث راح ينضم لنا من بستان الفن التشكيلي فنان الحقيقه هو متعدد الاوجه متعدد التجارب الفنيه ومسيره حافله بالعطاء الفني في مجالات مختلفه راح نحكي عنها مع ضيفنا الفنان التشكيلي نضال الطويل من له يا صباح الورد واليوم فاصلنا راح نسمعه لايف هلا يما حبيب ومغرم بها والصباح ضو ناس دلوا على بنت القرابة جاب القلب ومعاه القرابة يا
صباح الورد، اهلا وسهلا فيك استاذ نضال، وعلى انغام عود وغناء الاستاذ عبد الفتاح. يسعد صباحك. صباح الفل، صباح النور لكم جميعا، للقامة الكبيرة الاستاذ عبد. حبيبي كلنا بنحترمه. كلك زوي يا روحي. هلا بالورد الحقيقة، ومثل ما قلنا اليوم هيك ورداتنا من الورد البلدي النوعي اللي بيفوح عطر شكلا ومضمونا يعني الحقيقة. واهلا وسهلا فيك استاذ نضال، انت واحد من هؤلاء، من هاي الورود اللي عندك عطر متنوع فيه كرم بعطائك الفني. يعني اليوم اذا نقول نضال الطويل، فنان تشكيلي في الرسم، في رسم ثلاثي الأبعاد، في تجربة التشكيل بالأسلاك والمسامير، أيضا الغيوم وثقافة الغيوم، الحصى والحجارة، وفي جوانب كثيرة بالرياضة، باللياقة البدنية، بالتغذية، لكن هلا أنا نكتفي بعطر الفن. أستاذ نضال، عندما يلم يعني فنان بكل هالجوانب ويقدم يعني مسارات مختلفة، هل هذا نتاج نضج التجربة والتأملات، وكل تجربة عم تراكم الأخرى للوصول إلى كل هذا العطاء؟ هلا بداية يعطيكن ألف عافية ومساء الخير للجميع. الفن هي عبارة عن ولادة، عبارة عن ولادة الإنسان بيكون فيها فطري، بيدخل بالحياة بيكتسب فيها بالتعاون مع الفطري اللي عنده، بيكتسب فيه من خلالها من الأجواء الخارجية فنون واختيارات وافكار بتظهر منذ بيدخل بمفهوميه العقل بالادراك. الفن ما فينا نحكي عنه شيء، لانه فن من الفن شيء من الازل، بيدخل من بالروح، بيدخل بتشريع جسم الانسان، مثل الوتر، بدون وتر ما بيصير لحن كلمه. فالفنان والرسام والتشكيلي والتطبيقي له فكرة وله أدوات، من خلال الفكرة وهالأدوات ممكن يجمل أي شيء ويصنع منه أي شيء بينه وبين فكرته، ويوصل للعالم الخارجي وينشر هالشيء هذا. وهي نحن موجودين بكذا نوع من الفنون، فبحب بتمنى تظهر الفنون لهالناس، كوني مو أول واحد بعملها، ولكن الأفكار الموجودة لها منحة خاص عندي أنا. قد ايه عم تتزاحم الأفكار عندك حتى أنه أنت عم تعطيها مسارات مثل ما قلنا، سهر أنه تارة بالمعدن، تارة بالألوان، بالغيمة نفسها، بالحجارة والحصى، قد ايه عم تزدحم عندك رؤى وأفكار؟ البيئة والألم. الألم بيولد إبداع، الألم بيولد إبداع أكثر من الفرح. الفرح جميع تركيب المخ بتعمل اللي عمل، ولكن الألم يعني لما بيجلس الإنسان بيجلس بين نفسه بالألم، بدي شيئا أتخلص من الألم، ببدع بأفكار. فأنا بحاول طبقها، وهي بقولها لأي إنسان، إذا بدك تخفف الألم ابتدع الفن، ابتدع النحت، شارك بمعارض، اي فكره بدنا تخجل منها، حتى لو انت تحط بنفسك وتقول انه انا انسان ما حدا بيرد علي، هي ممكن تكون كله فن، كله ابداع. ما في كبير وما في صغير بالفن، بس اقدم على اقدم، كن شجاع، ثقتك بنفسك قبل كل شيء، قبل خجلك. الفكره اجت براسك فنيه، عندك ريشه، عندك قلم رصاص، يبدا الفن من اول سطر وينتهي بالعمل اللي قمت فيه، ويحلق من خلال عرضك لألو الجمهور. يعني تحولك، أو نقول هيك قفزة مثلا، من الرسم ببعد واحد اللوحة، إلى قبل ما أحكي على الـ 3D يعني الأبعاد الثلاثة، إلى الأسلاك، يعني شو الفكرة اللي هيك اعتملت بداخلك لحتى أنا بدي أنا لوحتي صارت عبارة عن مسامير وأسلاك مثل ما هلأ بدنا نشوف يعني بلوحاتك؟ دائما الخطوط، طبعا أنا تأثرت بالفكرة هي من رسوم وفن الفراعنة. دائما فن الفراعنة خطوط، صح. الخط يبدأ بقلم، ممكن الخط المسمار عبارة عن خط ولكن مادة. نعم. فيني أنا بفهم الفن، دائما لازم الفنان يفهم بتشريح جسم الإنسان، بحركاته، يحفظ حركاته. راقصة الباليه، أنا في لازم أحفظ حركة إذا بدي أعمل لوحة لراقصة الباليه، إنه ذراع وأصابع بهالشكل. نعم. المسمار انحناءات معينة، أبدا أبدا. لما بكون أنا ضلية بتشريح جسم الإنسان، وثانيا تشريح جسم الإنسان ما وجد للطبيب، وجد للفنان.
وجد للفنان، لأن الفنان هو اللي بيقيم التشريح الخارجي لجسم الإنسان، أما الطبيب بيقيم الداخل، بيصلح الداخل، ولكن الداخل لا أنا ولا أنت بنشوفه، أما الخارج معمم، كلنا بدنا نشوفه وكلنا بدنا ندخل بنظريته وجماليته ونقيمه. العمل الجميل يقيم والعمل المتوسط يقيم والعمل الرديء ننتظر فرصة حتى يتحدث ويتطور الفنان. نعم. ليقدم أعمال جيدة. فبالنسبة للمسامير، المسامير فكرة ما بعرف، ما شفت إسا حدا عملها. كوني بفهم جسم تشريح الإنسان، قلت يا أخي ليش أنا حتى أروح اللون وجيب شاشي وجيب كذا، بعمل أي شيء بجيب مسامير. المسامير لازم تكون عتيقة، فيها صدق، شيء معتق. أيوة. ليش؟ لأنه الكاميرا هي اللي بدها تظهر اللوحة. أنت بدك تعمل التشكيل على لوحة أو على مكان سطح معين، فآخر ما بتعمل التشكيل بدك تلقطي الصورة. ايوه تتحول لصوره. ايوه تتحول الى صوره، الصوره نفسها بتبدع اللوحه. تمام، تعطي هي الابعاد. نعم. بالنسبه للغيوم، هل هي نتيجه تاملات عندك ثقافه الغيوم، وهي صوره بحاله معينه للغيم انت شكلتها ذهنيا وشكلتها حتى فنيا؟ صوره الغيم دائما السماء ترمز الى الحكمه كزرقتها. كزرقتها ترمز الى الحكمه، والرياح ترمز الى إلى 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 بعض من أنواع الآلهة. الرياح هي عشق، عندما تكون الرياح والسماء والرطوبة تتشكل الغيمة. السماء شاشة لوحة غيمة، بتيجي الريح بتشكل هالغيم هذا بتعمل لوحة. دائما بيكون بين كل لحظة ولحظة تشكيل الغيوم، الريح بكل ثانية وجزء من الثانية أنت بدك تسبقي الريح. نعم. لما تاخذي لقطة انت هون كيف عم تقتنص هاللحظة؟ صار عندي حدس. بحس انه جمال الغيمة عم بيقل يصورني من كثر ما مارست بالامر هيدا. بحس انه الغيمة انه صورني انا، مثال حلو للوحة فنية حلوة، لوجه، لبورتري، لأي شيء خاص معبر انه انت تقوم فيه وتقدمه. جميل. فأحيانا بيكون الجو سديمي، بيكون تشكيل من اللوحات رائع جدا، ما بتاخذ الكاميرا. طبعا انا تصويري موبايل، ما عندي كاميرا. طبعا هذا عبر التصوير الضوئي. طبعا تصوير مباشره، لما بيكون في جو سديم بيعرفوا المصورين اذا جو سديم بتاخذ الصوره ابعاد ضبابيه، مهما فلترتي فيها ما بتزبط. اما لما في عندك بايلول وتشرين ونيسان واول ايار، الجو بيكون تيارات شماليه، التيار الشمالي بصفي الاجواء. شوفي زرقة السماء غير، الغيوم بيضاء، بتصير تشكيلات، دائما الرياح الشمال تعمل تشكيلات رائعة. يعني انت هلا موسمك، هلا موسمي، وهلا انا جاي عم تتامل تأملات. شوف التشكيل جميل، مباشرة فتحت الموبايل وصورته. تمام، بس عم يتحول لموضوع لصورة مثل ما هلا شايفين. طبعا طبعا، يعتبر يعني مجرد تشوفها بتحس حالك كأنها لوحة، يعني اللوحة برواية. ايوه رواية. وكل فنان وكل انسان، أنا بحط له عنوان وكل إنسان بيحط عنوان لنفسه حسب مفهوميته للأمر. طبعا من أجمل أشياء أنه نضل أنه رأسنا مرفوع، أولا طبيا صحيح. صحيح. وثانيا أنا في رياحة إيجابية، في حالة طاقة تأمل إيجابية. نعم. طاقة. طيب من السماء إلى الأرض إلى الحصى، يعني هون بقى المفارقة الأستاذ نضال في كل الأبعاد. ما شاء الله. بقدر ما عم تتأمل السماء أيضا الأرض لها حق عليك أيضا. الحجارة والحصى فن قديم. فن قديم ابتدع فيه البرتغاليين. طبعا نحن أصغر الناس نشتغل بالفن مقابل الفنانين المخضرمين من 200 سنة في تركيا وفي البرتغال. في فنانين ضليعين بهالشيء هذا. ولكن الحصى طبعا نحن عندنا شواطئ جميلة، حصى من كافة الألوان، البسيط يحتوي على أن كل ألوان الحصى، لأن يعني الله خلق جبلة الصلصال بكل الألوان، كما الإنسان خلقه أسمر، أبيض، أصفر، حنطي، الحجارة وجدت هكذا. التراب اللي جبل من الإنسان بقي هو حجارة، والإنسان بقي بلونه الذي خلقه الله. نأتي بهذه الحجارة، أي إنسان قلنا بيحسن يمشي بالتشكيل الفني لأي تشريح بجسم الإنسان، بيبتدع الفن بالريشة،
بيبتدع الفن بالقلم، بيبتدع الفن بالمسمار، بيبتدع الفن بالاسياخ، بيبتدع الفن بتشكيل الحجاره. يعني هون المفرده ما عاد بقى، شو ما تكون المفرده انت قادر تشكل. قادر تشكل يعني أبداً. هون المخزون أبداً الداخلي أبداً. اليوم غلب المفردات، يعني غلب المواد حتى. لا اي فنان قادر يعمل تشكيل. ولكن بيقول لك اذا بدي انا ادخل بهالمجال هذا واترك فن التشكيلي واللوحات والكذا، طيب انا ما شغلتي شغلتي فن ولون وزيتي ومائي وكذا. الامر هذا مع انه بيطلع معه، ليش؟ لانه بيفهم التشريح. طبعا بيفهم التشريح. يعني مركز كثير على موضوع التشريح، كونك ايضا تهتم بالرياضه واللياقه والجسم والغذاء، فهذا جانب يعني علمي لفنك. طبعا هلا ما في شيء الا ما يكون دائما الامر الاكاديمي لازم يكون حاضر. ما في شيء انه انا بينجح الامر ولكن اكاديميا بيكون مقبول اكثر. طبعا الدراسه الاكاديميه دائما هي الصحيحه. نعم. لان مرجع للجميع، حتى ما ينقدك الجميع انه شو هذا، من وين جايب هالشيء هذا. هذا دائما الاستاذ نضال بياكد على وحده العلوم بدءا من الفلسفه. نعم. الى الطب الى الموسيقى الى طبعا التشكيل، يعني دائما كلها هي بالاخير هي الحياه، محاكاة الإنسان لحياته، لهالأرض اللي هو عايش عليها، لهالكوكب، للسماء، للأرض، يعني لكل ما يحيط فيه أيضا. ما هيك يعني بجزء من مسيرتك عندك نظرة إلى البعد الثالث في اللوحة، قصدك الديجيتال آرت، ديجيتال آرت أو الرسم الإلكتروني على الشاشة. نعم. طبعا هيدا عبارة عن برامج خاصة صغيرة، يعني ما أنا حتى لو حطيت أي برنامج إذا ما سبابتك أو أصبعك اشتغلت كلوح ريشة، كالريشة على الخيش او على اللوحة على الاطار، ما بتزبط معك. بدك تكوني ملمي بالرسم حتى تزبط معك الرسمة. ما شرط انك تجيبي الوان، ممكن انا اصور هيدا، انا بدي اعمل غروب، عندي كذا لون موجود هون، بسحب الالوان كلها عن بعضها وبترك لون بلش فيه. الغروب اللون الاحمر، اللون الاصفر، لون بنفسجي متدرج مع ظلامية الطبيعة. ليش؟ لأنه لما بيكون في نور بيكون الأمامية فيها كونتراست، فيها أسود. أيوة. فيها أسود، بيظهر هيك الغروب بشكل طبيعي. طبعا السبابة هي عم تشتغل، أنا بعمل دائرة بهالشكل هذا، لوحة ريشة اللون من نفس اللون الأبيض. الأبيض بحط القمر إذا كان في قمر أو ليلة ونجوم من الأبيض. بس خلينا بالغروب، أنا لأنه أعطيت مثال الغروب أقرب شيء للشرح. بنجي الأصفر بندمجهم حوالي الشمس، حوالي الشمس مع الافق، خط الافق. بعد ما بنخلص من هالشيء هذا بدنا نعمل خلفيه. شو بدي اعمل خلفيه انا؟ نفس اذا في لون اسود او لون شيء كمان لون الاسود، برسم مثلا عاشقين، قبله، طفل مع امه ماسكته، ابوه، رجل عم بيكتب، رجل عم بيتوسل، عم بتضيفيه لهاللوحه هي بنفس الوان اللوحه. وهي اولا صعب جدا، اللوحه بتكلف سبع ساعات من ساعات. هذا كله رسم بدك تحطه تباعا؟ ابدا، رسم الكتروني باصبعته الواحد. اي خطا اي خطا بدك تعملي حذف وترجعي ثاني مره من الاول. فصعب جدا. وثانيا لما بيكون في زوائد في عندنا حذف. نعم. بنكبس الحذف، بنحذف الزائده اللي ما بدنا هي. اذا ما انحذف الزائده نحن بنعمل باللون الاسود نفسه، بنحط لون اسود وبنعمل فيه تخطيط لنروح الزوائد. فمعنا يعني عمل صعب جدا جدا للرسم الالكتروني، وبده توقيت، وممكن يوجع رقب الواحد واشعه زرقاء موجهه للعينين. ولكن رسم انا نجحت فيه، مو شرط بسوريا، انا ما بقول نجحت فيه خارج سوريا، وفي لوحه منهم انعرضت بلندن، لوحه طرقيه. نعم. بلندن. وفي عندنا المسامير، لوحة لوحة الموسيقى، موسيقى عازف على الأكورديون القديم. نعم. وتشيلو، وامرأة ورجل عم بيرقصوا عليه سلو. فهي نجحت وعملوها لوحة طرقية، وأنا تفاجأت بأشياء تالي. أحد أصدقائي من الفيس نشر هالشيء هذا، شافه منظم او عمل على لوحه طرقيه. نعم. والحمد لله هذا نجاح. طيب استاذ، يعني كل هالفنون ومع تجربتك يعني الطويله وبنفس الوقت النوعيه، شو اضافت لشخصيتك او الى اي حد هي عم قادره عم بتفرغ شيء بداخلك، عم بتفرغ؟ نحن كمتلقين عم نشوف فن، لكن كيف تنعكس على الحالة النفسية؟ كيف فعلا قلت لي شوي إن واحد يتأمل أو يفرغ شيء بداخله لحتى يقدر يعيش ويتحمل كل هيك مشقة، كل مشقة في الحياة؟
هاي الى اي حد هاي الفنون مجتمعه عم تخليك فعلا تحولك الى تعطيك فلسفه خاصه بالحياه؟ نحن مو بس نفرغ ما بدخلنا، بالعكس ننظر للحياه بمنظار اخر. في علاج بالطب البديل واللي هو من ضمن اختصاصنا الطبي، الشفاء بالنحت. دائما الامراض النفسيه بدك حاله خاصه بعيده عن الجو اللي فيه الموجود هو او حالات الاكتئاب، انك تقدمي له لهالشخص هيدا انه يمسك زميله مطرقه او حجره وينحت فيها، جيبي له صلصال وينحت فيه، شو ما طلع شغله بيكون ذهنه وين؟ تفرغ على شيء ما بقى يتشعب بالطاقة. يا عيني عليك، صارت طاقته بهالشيء هذا، اكتسب لها الطاقة، ميزات خاطئة بدماغه كلياتها وقفت. اتجهت إلى اتجاه إيجابي معين عم يرتاح هو فيه. بعد فترة بتشوفيه لنفسه منه لحاله كل مؤهلات الاكتئاب والعذاب النفسي الموجود. علاج بحد ذاته، علاج بحد ذاته. فما بالنا اذا فنان وفي شيء خلاق، يعني مو بس انه هو متضايق او مزعوج، انما عم بيخلق شيء يعني من ابداع. بالنسبه لي انا بيجعني راسي من الافكار كم هائل. واضح الازدحام عندك جدا، واضح. يعني في كذا مجال، في كذا، ومع هذا الحمد لله كله مضعت بالاشياء. لا عم تاخذ. أيوة. بروافد. أيوة. وكل انا ما بقلد حدا، ولكن ليش ما قلد حدا؟ ما بدي يقول والله انا اقدم، انا كذا، انا عمل، انا بنطلق من ذاتي، ما لي علاقه. لا، في ابتكار، في ابتكار، في ابداع. انا بفتره من الفترات وصلت انه اخي شو هذا ابداع؟ شو الابداع هذا؟ مسامير، لك يا عمي تعال هون، هذا ما ابداع، هذا ما ابداع، هي فكره جسدتها بالواقع، حبيت تفهمها انت افهمها، في عندك 2 مليون واحد بيفهموها. انا ما بحاجه للكلام هذا. شو بدك؟ هو حولت ماده الى فن. ماده، انا بالمغناطيس بجيب المغناطيس. نعم. بربط خيط خيط فيه. نعم. وبمشي على طرف الشارع او بيطلع مسامير كل الاشكال فيها، بعمل منها لوحات. نعم. هذا ما ابداع، بس هذا ما بالنسبه لإلي، هي فكره هائله. هذا فكر، صح، فكر، فكر ثقافي. صح. هائل. ثقافي. لازم يتعمم. مثل الغيمه، حولتها الى ثقافه قراءه الغيمه وتشكيلاتها، اسمها ثقافه الغيوم، المسامير والاسلاك، الى ثقافه يعني تحويل هذا المادة الخام اللي بنشوفها بالطبيعه ممكن انه تتحول لفن، مو بس على الباب وعلى الباب. ما في شيء بيموت، ما في شيء بيضيع. حاشاك. نعم. القمامه بالطبيعه ممكن تلميه وتعملي من اكياسها اي تشكيل. عم بيصير تدوير. صح. أي تشكيل من. نعم. بيطلع البحر من بقايا ومن. نعم. مخلفات كمان، مخلفات اللي بتعملي اي لوحه فيها. هذا دائما نحن بنقول نتخلص من شيء لنبني شيء. هو من كويس. طاقه، مفرغ طاقه لندخل طاقه. حلو. جديده حتى بالغناء والموسيقى. طبعاً طبعاً. استاذ الفتاح، قد ايه انت بتحس لما قلت لي بتروح على البروفا ما بتصدق بدك تروح، بتحس انك فرغت شيء؟ طبعا فرغت طاقه قويه جدا. حس باريحيه اني دخلت على النادي، انا هون خلص، هذا النادي الموسيقي اللي براسي، شغلي، بيتي، كله برا، خلاص كل واحد بيدخل هي بصومعته بيقولوا. أيوة. الخاصة فيه ليتبادل هي الطاقة الإيجابية ويطلع بشيء مخزون جميل. حتى بالفن عبرتوا بأغنية لا يمكن عندكم أنه عن الحال، عن الصعوبات اللي احنا عم نعيشها. يعني صح. حتى انه انا ممكن اعمل اغنيه او لحن او. صح. مثل ما قال. صح. الاستاذ انه لوحه احكي فيها عن واقع، عن. فانتوا في شيء حتى بهذا المجال هيك مثل اغنيه بتتساءلوا فيها عن الحياه، عن الوضع، عن. في اغنيه للاستاذ حسن طحان. اسمها شو صار. شو صار، شو صار، طبعا الحان كلمات استاذ رشيد. نعم. اعتقد نسمع. شو صار للناس جنوا، نسيوا الوفا ونسيوا انه. شو صار للناس جنوا، نسيوا الوفا ونسيوا انه الهن قلوب للبشر بتمين، الهن مشاعر للوتر بتلين. نسيوا انه، نسيوا انه، نسيوا انه. هاي الكلمات الحلوه، هذا اللحن الحلو
اللي بنقال اللي والصوت الحلو استاذ تسلمي هذا من ذوقك الصوت اللي هيك الدافي بتحسي انا ما بعرف بحس بسعاده بحس بسعاده ما طبيعيه والفن بحد ذاته سعاده واستاذ نضال ايضا الفن يطرح الاسئله شو صار للناس وممكن بلوحه تطرح سؤال طبعا. ممكن بتشكيل تقول شو هاد يعني فهون قد ايه مهم نطرح الاسئله لتعمل حاله من الاجابات التفاعليه ما نكون عند اجابه وحده مطلقه شوفي ست بابا حضاره الدول في العصور الوسطى دعمت بالفن شوفي فن النحت الايطالي كلها فن النحت الفن الفرنسي الفن الاوروبي بشكل الأوروبي كامل عمدة حضارات كيف الحضارات تطورت الفرعونية تطورت عن طريق التشكيل والفن لرموز السلطة لرموز لفرعون للمقابر لأشياء نفس الشيء أي شيء أي عمل فني بيكون موجود بأي دولة بيقدم لنا الحضارة دائما بتكون هلأ بالأيام ميزانية الدول فيها فنون تفوق ميزانية مثلا الدول الأقل فن يعني مثل عندنا بسوريا عندنا كم هائل من الفنانين كم هائل من كلهم بدهم يطلعوا بدهم يظهروا عم بيقدموا موروثهم عم بيقدموا تاريخهم بس انا ناقصني الجمهور انا بدي الجمهور هو اللي بيعنيني انا عملي مبسوط فيه مقتنع فيه واثق فيه انه تعبت فيه بس بدي جمهور يقيمني بدي طبعاً. جمهور يشوف الفكره بهالعمل هذا دائما نقول الجمهور هو النصف الاخر من المعادله الابداعيه الجمهور هو مرآة كل شيء وعلى كل العمل الفني يخلد يعني منحوته لو بعد عشرات ومئات السنين تبقى يعني وتبقى باسم صاحبه او تبقى هي شاهد على عصر ما على حركه فنيه ترجع بقلب وهذا هو دور الفن في الحياه نحن مكملين مع ورودنا مع بباقتنا اليوم رح تنضم إلنا وردة من عالم الكتابة والأدب هي موهبة شابة مبكرة سألوها أنه من إمتى أنت حبيتي الكتابة وحسيتي أنك عندك هاي الموهبة قالت لهم ما بعرف يمكن من لما كنت ببطن أمي مثل ما بيقولوا مع المشيمة هيك رضعت هاي الموهبة ويعني تجربتها وكتابتها هي عم تثبت لأنه هي هيك بالفطرة خلقت بتعرف وبتحب عالم الكتابة منقول صباح الورد غني لها لوردتنا هلا بالورد يا يما هلا حبيبنا نغرم بها صبابة جودي جولاق هلا بالورد صباح الخير صباح النور هلا فيك هلا بهالوردة الندية هيك بأول عطرة وأول عمرة عرفينا عنك جودي وانت جاي من فستان الأدب والكتابة تسلمي لي أول شيء يعطيكم العافية لأساتذتنا الكبار هلا أنا اسمي جودي جولاق صف بكالوريا علمي بلشت كتابة يعني بتذكر أول شيء يعني من الطفولة أنا كان عندي ميول لهيدا الشيء بس مريت يعني بانقطاع طويل عنه بعدين رجعت صرت أكتب أول شيء يعني أنا بالبداية حدا فات على الكتابة بدون أهداف تماما كنت أكتب ولا أصير كاتبة لأني أنا بحب الكتابة يعني أنا بشوفها أكثر بكثير من موهبة بصراحة يعني أنه هلا سابقا كنتوا عم تحكوا أنه هو الألم بيولد إبداع كنت كل ما أنزعج روح أكتب وخبيهم عندي كل ما أنزعج أكتب وخبيهم عندي لحتى مرة نص من نصوصي شافته إحدى صديقاتي المقربين إنه بتقولي إنه يعني ليش هيك مخبعتيها للموهبة وهيك فشجعتني وبعدين شفت مسابقة إعلان لكتاب وشاركت فيها من ساعتها صرت أنشر أكثر وأكثر مع هيك أنا إنه يعني ما كنت أحب كثير إني أكون موجودة بمجال الكتابة كنت دائما إنه أقول إنه خلص أنا ما رح أصير كاتبة إنه أنا نصوصي لإلي أنا عم أكتب لأنه هي بتريحني بعدين انه صرت كثير اسمع نقد بسبب كلامي هذا انه ليش مخبيتيها للموهبه هالشيء غلط حرام عليكي انه انت عم بتروحي موهبتك لما اول نص نشرته صرت شوفه على ستوريات الناس عندي بالصفحه وعلى الصفحات العامه مثلا شوفه على مواقع جوجل الحدث العربي اليوم نخيل عراقي فمن ساعتها لا انه قررت انه لازم يكون عندي اهداف بهذا المجال ولازم ما اني ضل مخبايه موهبتي وهيك اظهرتيها لموهبتك طيب ميلك للكتابه انه انت عم تعبري عن نفسك
كتابة بالأدب، إجا هيك يعني هاي الملكة أنت عم تقولي إنه هي فطرية أو هيك؟ تماما. ولا مثلا أنت نتيجة قراءات، نتيجة حبك مثلا لمواضيع التعبير، لدرس اللغة العربية؟ يعني كمان هي إنه هي صح فطرة وملكة، بس كيف تتعزز يعني كمقومات للكتابة؟ هلا بالبدايه بمراحل الابتدائي كانوا كل انساتي اللغه العربيه يسالوني مين عم بيساعدك بمواضيع التعبير، احكي لهم انه مو حدا. بعدها شاركت لما كنت صف رابع مسابقات فصح وخطابه، يعني وصلت لمراحل عاليه، بس كنت شو بالالقاء فقط ما اكتب. ايه بعدين رجعت صرت احس حالي انه انا قادره اني اكتب، انا ابدا حدا ما كان يقرا بصراحه كثير، يعني لا لهيك انا بعتبره فطري لاني حدا ما بيطالع كثير بصراحه، بالنادر جدا حتى طالع. ايه بالرغم يلي بهذا المجال كلهم يعني الكاتب هو قارئ مشان يتجددوا افكاره، بس انا لا ما هيك يعني كثير نادر حتى شارك. وحبي للغه العربيه هي انستي حببتني فيها، اللي انا بحبها كثير الانسه براءة محرز، هي اللي حببتني فيها اكثر واكثر. كيف تمكنتي من يعني هيك ادوات انك عم تكتبي عم بتصيغي كمان هيك بالفطره ولا تزالين على السجيه يعني بنقدر نقول؟ لا بعد ما صرت احس حالي انه انا بدي اثبت وجودي بهذا المجال صرت انتبه مثلا على الصور البيانيه، الاستعارات، التشابيه اللي استخدمهم، تشكيل الشغلات النحو صرت انتبه عليها اكثر واكثر، يعني ناويه ان شاء الله بس خلص من البكالوريا اني اصير اقرا. تمام استاذ نضال، قد ايه الفطره مهمه؟ الفطره صافي من الشوائب، ما في شيء بيعكرها، مثل قطره الندى. تمام. لما بتكون قطره الندى بتعرف حالها بوقت من الاوقات انه بدها تسقط، لما تكون الشمس صارت بالافق بدها تسقط. انقى من هيك ما في. الفطرة هي المادة النقية في الإنسان. عندما نأتي إلى مثل ما سمعت كلامه أنه أخذت بالفطرة، الفطرة قلنا قطرة الندى، وهي قطرة الندى دخلت في صلبة وضمنها ومغرقت فيها، عرفت تسبح بقطرة الندى الصافي وظهرت من الشهادة. فهي أنا بعتبرها فنانة كلمة، فنانة كلمة بالنسبة لعمره، وبدون مطالعة. فإذا نحن وجدنا احد الكوادر والخامه اللي تبدع بالمستقبل اذا داركناها بالتعليم بالانتباه، اذا بقى بلشت تضيف عليها بقى مثل ما قلنا مقومات اخرى الاكتساب تكتسب طبعا بس المطالعه مهمه جدا بالنسبه. نعم هلا هي هلا عم تتفتح على موهبه رائعه. انا الي من لما كنت صف عاشر يعني رجعت، ولكن ليس على حساب الدراسه. طبعا لأن بكالوريا. هلا مثل بتفيق مثلا وحده او شاب هيك اول شيء بيغني وصوته حلو ما بيعرف، شوي بيبدا يعرف شو يعني هو هالموهبه. انا قلت لك انا دخلت على المجال انه بدون اهداف، بس هيك انه انا بحبها. بعدين صرت انه احس حالي انه لا انا لازم. الافكار اللي انت بتحبي يعني تكتبيها بمعنى اخر، انت بتلجئي لانه انت هذا الشيء جواك من مشاعر حابه انك تصبيه على ورقه وتكتبيه؟ هلا انا حكيت لك اول ما بلشت انه انا كنت لما انزعج او اني اكتب، بس بعدين لا صرت اشوف كل شيء حوالي انه عباره عن نصوص بدي ترجمه. امتى بلجا؟ بتشوفيني تقريبا يوميا انا عم اكتب. دائما. هلا يمكن الي تقريبا شهرين او اقل يعني ما نشرت شيء على النت، كثير عم توصلني مسجات انه جودي انت وقفتي تكتبي؟ لا العكس تماما، انا يوميا عم اكتب واكثر بكثير، بس يعني شوي هيك يعني حابه مره. طيب برايك هاللي عم يقروا لك وعم يسالوا انه وتفاعلوا على الاقل، شو عم بتحركي بداخلهم؟ يعني شو عم بتخاطبي وانت بدون ما يعني بدون ما تقصدي انت عم تكتبي اللي بداخلك هون، شو بتكوني حركتي برايك يعني انا اول شيء اعتبرته يعني انه يعني الحمد لله هي نعمه من رب العالمين انه دائما عم بحبوا دائما عم يطلبوا مني، فبصراحه انا ما بعرف. هي مثل ما قال الاستاذ نضال بالاخير نبحث عن الجمهور. الجمهور هو اللي بياخذك للمحلات اللي يعني هن اللي شجعوني بصراحه. يعني انا جمهوري يعني في منهم صاروا بيحاكوني وبيطمنوا عني اذا بيمر فتره ما نشرت انه وينك. شو بتكون عم بتحاكي استاذ نضال؟ مجتمعنا بحاجه للعلم، بحاجه للثقافه الاجتماعيه قبل الثقافه الجامعيه والاكاديميه. للاسف ثقافتنا الاجتماعيه كثير ضعيفه. الثقافه الاجتماعيه
تعطيكي كم هائل من التشكيلات والإبداع. فمثل الأخت بهالسن هيدا مثل ما حكيت بلا مطالعة طلع معها هالأمور هي، بدها عناية، بدها عناية وبدها احتضان. نعم. منشان تنطلق لأنه لتحرك مشاعر الآخر شو تكون هي حركة، بدها تظهر ألمها وتحقيق تلبية ذاتها أنه أنا روحت الألم بهالشيء هذا كوني مثلي. تمام. أنا هيك بدي أوصل للجمهور، ما بدي أنه أنقل حكي، أنقل حكي فورا الجمهور بيعرفه، أنا بدي أختار النص، بدي أختار الحرف، بدي أختار النغمة تبع الحرف والجملة والكلمة. هذا الشيء بدي أرجع فيه لأستاذ عبد الفتاح، قد إيه مهم أنا لما أنت عم تختار المقام الموسيقي والكلمة، وقد إيه بتقعدوا مثل اللقالق بدكم تختاروا لتعرفوا أنا كيف بدي أثر في مشاعر في قلوب المستمعين. طبعا هي الكلمة، الكلمة يعني الكلمة بتجيب النغمة. يعني بحاول مثلا إذا بدي لحن أغنية الكلمة مؤثرة حلوة غير مؤثرة إلى لحن خاص، في تعب، في تعب لحتى تطلع الجملة الموسيقية على هالكلمة هي وتظهريها للناس إني هي الأغنية. هي صياغة بالأخير. أنت بتفكري كثير فيها ولا بتطلع هيك؟ لا هيك هيك إنه يكون خطر لشي. يعني فترة كان عندي مقابلة بطرطوس أنا وبالباص طالعة، خطر لي شيء، يعني انا ما بكتب على كيبورد الموبايل، بكتب بقلم وورقه دائما. نعم. فمسكت الكيبورد وصرت اكتب، يعني لا اراديا يعني بتطلع حتى. حلو. يعني كنت سالتيني انه شو عم بتحركي بالجمهور، انه دائما يكتبوا لي الصبايا انه انت جودي عم بتعبري وترجمي لنا افكارنا، نحن ما عم نحسن نوصل هذا الشيء. بجوز هلا انت عم بتخاطبي جيلك، يعني انت مشاعرهم هي، انت عم تحركي شيء بداخله، يعني عم تفهموا على بعض يعني بما معناه. نسمع مقطع ثاني. ومثل ما قلنا اليوم هيك خياراتنا لجودي صغيرة. أنا بكتب نثر والنثر بيكون طويل. تمام. هي نصوص نثرية، وإن شاء الله قريبا ممكن أنه تكتبي قصة أو رواية، يعني تصير إن شاء الله مستقبلا رواية إن شاء الله. تفضلي. مريضة أنا، نعم مريضة، يتعشعش بداخلي مرض لا أدري لما لم يشخص إنه مرض كبقية الأمراض، التفكير. أعاني من فرط التفكير وهذا أمر لم يعد يطاق، كيف يستطيع أن يهرب المرء من أشياء تركض في رأسه طوال الوقت؟ بداخل امرأة ثكلى أنهكت من شدة المرض، مهجتها على وشك أن تفارقها، ما عدت أدري من يطارد الثاني، أنا أم أفكاري، كأننا في منحني مغلق نتطارد، متى يتعب أحدنا من الركض وراء الآخر؟ لا أعلم، ولكن ما أعلمه أنني سأشنق نفسي يوما بحبل أفكاري. من بستان الرياضة والبطولات العالم الجميل لشباب بيحبوا الرياضة وأبدعوا فيها، منقول صباح الورد لحيدر فياض. أهلا وسهلا. هلا بالورد. هلا بالورد. هلا بالورد يا يما، هلا حبيب ومغرم بهوى الصباح. يا صباح الورد حيدر، اهلا وسهلا فيك. حيدر من ابطال كمال رياضه كمال الاجسام، مدرب واليوم حكم وعنده كان مشاركات. وتحكي لنا بقى انت عنك وعن حبك للرياضه حيدر، اهلا وسهلا. يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح المشاهدين. طبعا الرياضة مثل ما كنا عم نقول تحت الهواء، أنا الأستاذ، الرياضة حياة، الرياضة عالم بحد ذاته. يعني هلا أنا بدي بلش لكم، بدي أعرف عن حالي. اسمي حيدر فياض، عمري 24 سنة، بدرس هندسة طاقة، مدرب بكمال الأجسام واللياقة البدنية، وحاليا صرت حكم بهي اللعبة. شو اللي جذبك لهالنوع من الرياضة لحتى شاركت فيه، احترفت فيه يعني اللعب، وأيضا شاركت بمباريات ومسابقات عربية ودولية؟ تمام. هلأ بدي بلش لكم مسيرتي بالرياضة بشكل عام. أنا من صغري كنت مثل أي طفل، كنت بحب الرياضة، بحب يعني أي طفل بيحب أنه يحرك حاله أو كذا. فكنت مسجل جمباز، ضليت تقريبا فترة صغيرة، بعدين انتقلت لرياضة كرة القدم بفريق التضامن، استمريت فيه تقريبا سنة ونص أو هيك شيء. بس كان في عندي نحافة أو يعني ضعف بالقوة البدنية، فما انقبلت بالفريق النظامي، وبعدها تركت الرياضة تماما لأسباب دراسية. بعدين اتجهت لرياضة كمال الأجسام، وهون كانت بداية مسيرتي طبعا بهاي اللعبة.
ليش مثلا كمال اجسام؟ لان كنت نحيف وحابب انك بدك تبني بقى جسمك، تعمل عضلات، تعمل ناحيه جماليه يعني. تماما. هلا مثل ما متعارف دائما بدك تنصح روح العاب حديد، بدك تنحف روح العاب حديد، فانا من هذا المنطلق ورحت ما كان عندي اي خلفيه يعني رياضيه او كذا، ما كنت بعرف فيها، فرحت هيك انه انا بدي انصح. بلشت فيها وما كان عندي انه مدرب، ما كان في مدرب فوق راسي، ما كنت بعرف شو التغذيه، ما كنت بعرف كيف اتدرب، فما شوف حالي غير خلال اليوم عم اتعلم انه انا ليش عم امسكه للبار من هون، ليش ما من هون، ليش ما ايدي مقلوبه، يعني هالاسئله اللي دائما بتراود للشخص. فحبيت اني اتعلم لحالي، وحسيت انه خلال اليوم يومي كلياته عم يروح على فيديوهات، على كتب، على مقالات. طبعا شكر كثير كبير للكباتن المصريين، لانه من عندهم عم تطلع المعلومه كثير قويه. عندنا ما بعرف ما كان في انه انتشار بالسوشيال ميديا، اخذت المعلومات من المصريين، فصار عندي خلفيه رياضيه كثير كبيره، ومن هون قررت انه انطلق بالتدريب، انه انا عندي هالكم من المعلومات، ليش ما بقوي حالي اكثر تشريحيا، اكثر غذاء، اكثر كذا. ف طبعا صار عندي هيك، الواحد اول شيء بجرب برفقاته. برفقاتك ونشوفك هي هون. ليش دخلت كرياضه يعني اليوم انه كمال الاجسام والعضلات ليش هي رياضه وليس انه فقط انه اعتمدت على انه تقديم يعني جماليه الجسم او كذا؟ ليش هي اصبحت رياضه؟ لانه هي ما بس ناحيه جماليه، ناحيه علاجيه، ناحيه وقائيه من مرض. يعني ما بس صفت انه انا شكلي كذا، لا، انا زادت لياقتي، زادت قوتي، زادت خبرتي بهذا المجال. يعني هو مجال كبير كثير كثير، يعني ما هو بس انه مظهر. فالعالم قل له انا بلعب حديد بيقول لي ايه بدك عضلات وكذا، لا لا ما عضلات وكذا. يعني هي القصه اكبر من هيك بكثير. هي يعني الشغل على العضلة بحد ذاتها بدك تشتغل عليها، هون الرياضة، يعني انه هي العضلة انت عم بتطوعها لحركات معينة وغذاء معين. حكى الأستاذ نضال وهو أيضا بهذا الجانب أنه قديه مهم يعني بالتشريح بالفن التشكيلي، حكى كثير على التشريح أنه الطب قدم لنا التشريح لكن الفن التشكيلي هو اللي قدمه وأظهره، هو اللي عكسه كلوحة يعني. فأيضا هنا جاءت الرياضة اللي تقدم هاي التفصيلات في الجسد، لكن هون بقى بجانب رياضي أنه أنا عم بشتغل على عضلتي رياضيا. تمام. هون جماليا مثلا الطبيب طبيا، فشوف قديش جسم الانسان طبعا هو اعجاز رب العالمين. هون قد ايه نحن انت عم تشتغل عليه او انت اللي مثلكم بهذا المجال عم بيشتغلوا ليبرزوا جوانب معينه من الناحيه الرياضيه، شو هي ابرز هي الجوانب؟ هلا اول شيء التدريب هو فن بحد ذاته، يعني مثل ما الفنان التشكيلي بيرسم لوحه او بيجسد شيء غير رسم مثل حضرتك، نحن هون كمان عم نسوي لوحة. يعني أنا وقت اللي عم درب لاعب أنا عم شكله، عم ابني، يعني كمان هون في فن، في لمسة من المدرب، في معرفة، في يعني انطلاقة لحتى اللاعب ينتقل من آ لبي، يعني يصير في عنده مرحلة قفزة نوعية مثل ما بيقولوا، من حيث إنه طاقته، من حيث يعني حتى بتفرق معه بشغله، بيكون مثلا هيك مثل شوي ما عنده طاقة، ما عنده طاقة بالشغل، بيلعب رياضة بتزيد طاقته بالشغل، بتزيد تركيزه بالدراسة، يعني بتفرق معه بأمور كتير كتير كبيرة، ما بس لمجرد انه مشاركات يعني هذا رياضية. الجسم مثل ما قال جسم العقل السليم في الجسم السليم، يعني انه فعلا لما بيكون الجسم طاقيا وعضليا هو سليم، فنفس الشيء بيكون اكيد التفكير. وانت مهندس عم تدرس طاقه، ما هيك؟ هندسه طاقه، فمكتمله عندك العناصر. أكيد. مشاركاتك كمنافسات رياضيه على مستوى يعني احترافي نحكي عنها. تمام. هلا انا شاركت ببطوله تحدي اللياقه البدنيه بال 2021، كانت اول انطلاقه الى اول منازلي على سوريا، شاركت فيها وطبعا ما جبت مركز، بس اخذت الخبره اللازمه لهي النوع من الرياضه، يعني للمسرح مثل ما بيقولوا، كسرت رهبه المسرح. السنه اللي بعدها واللي هي السنه الماضيه كمان شاركت فيها، بس هون
قررت انه شارك بقوه رغم انه الظروف كانت اقوى. يعني اجت البطوله بعد رمضان ب 15 يوم او ب 20 يوم تذكر، وكان في فتره صيام وكان في فتره شغل وفي فتره تعب، وبالفعل قدرت اجيب المركز الثاني رغم انه كان في منافسات قويه، بس اخذت جوانب، عرفت التحكيم تبعها كيف، عرفت كيف التحضير لازم يكون، انطلقت فيها. النقاط على شو بتكون؟ بقدر ما تبرز عضلات معينه ولا شو النقاط الاساسيه؟ هلا هون هي مانا بطوله كونك عرض. صرت حكم. هي مانا بطوله عرض، هون صارت بطوله لياقه بدنيه. يعني بيكون في تمارين لازم نقوم فيها، يعني ما بتعتمد على شكل، بتعتمد على عناصر اللياقه البدنيه. تمام. من قوه قدره على حركات. تماما. طموحك افاقك انه بتكمل، هلا انت دخلت مثل ما قلنا احترفت، اليوم انت حكم ومدرب بنفس الوقت، بس اكيد عندك طموح انه بقى تتجاوز هاي المراحل أكيد. لمراحل اكثر احترافيه، شو هي المراحل التاليه؟ اكيد هلا ان شاء الله انا بدي صير حضر لبطولات اكبر، البطولات الفيزيك او بطولات مستر يونيفرس سيد الكون لقدام طبعا. بس حاليا عم اخذ جهه التدريب اكثر من جهه البطوله، لانه حسيت انا عندي موهبه فيها اكثر. بحب اتلقى المعلومه، بحب يومي كلياته يكون معلومات. قبل كنت اتفرج على فيديوهات او اسمع حكي هذا او اسمع حكي هذا، حاليا عم باخذ من الدراسات. يعني انا ليش عم باخذ من هذا؟ ليش ما عم باخذ من المصدر اللي عم يجيب منه هذا؟ تماما. ببحث بالدراسات، ببحث بالكتب القديمه، يعني بعرف الصح من الغلط، لانه حتى كباتن كبار صار في مدرسه قديمه ومدرسه حديثه بيختلفوا على معلومه. فبدي اعرف انا شو الصح او ممكن ما شو الصح، ليش هذا وجهه نظر وهيك، ليش هذا وجهه نظر وهيك. واضح اجتهادك، بحثك انت الخاص، يعني بالاضافه لانك بقى عم تحتك وتمارس يعني هاي الرياضه وتشترك، فبكره بيصير عندك نظرياتك الخاصه، وما بيمنع اليوم احنا شبابنا بقى هن يصيروا المدربين. قلت لي بالبدايه كان قليل المراجع او حتى المدربين الموجودين اليوم، لا انتم ممكن تتحولوا، ونحن عندنا كمان كليه تربيه رياضيه يعني ترفض بكوادر واخصائيين بهذا المجال. شو ضافت لك هاي اللعبه لشخصيتك؟ هلا الرياضه يعني هلا اول شيء كلياتنا ناقلين معلومه، يعني ما حدا فينا يخترع معلومه من عنده، بيخترع نظري او الشيء اللي بيشوفه صح. فنحن كناقلين معلومه، افضل مدرب هو اللي بينقل المعلومه الصح. يعني في معلومات كثير هائله وكثير كبيره، المدرب الشاطر هو اللي بيعرف هي الصح وهي الصح وهي الصح وهي اللي ينقلها. لهيك انا اتجهت لانه افتح صفحتي الخاصه على الفيسبوك، وصرت انشر فيها فيديوهات، اطلع احكي، نزل بوستات، ساعد العالم. حبيت الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا اللي ضافت لي، يعني ضافت لي مثل ما بيقولوا شهره زياده، ومثل ما انا عم بعطي معلومات عم يجيني جمهور، مثل ما قال الاستاذ. طبعا نحن بدنا جمهور اكيد، بس لحتى يجينا الجمهور لازم نقدم ماده، ماده تكون قيمه بين طبعاً. هالمواد اللي كلياتها عم تقدم، يعني في كثير عالم على وسائل التواصل الاجتماعي عم ينزلوا، ليش لحتى يتابعوك إلى صح؟ بيتابعوني على معلومات على نوعيه مثلاً. ما تقدمه ايضا، هذا كثير مهم، انه انا ببحث عن جمهور بس بدي اقدم له شيء. وسط اليوم كم هائل من المعلومات والفيديوهات لكن لو عندك شيء مهم ما بتنشاف يعني، وهذا اليوم بحث. تمام. حتى في عالم الميديا يعني بشكل عام جودي عفوا، اليوم عم نبحث كثير عن انه انا ليش لا يقرأوا لي، ما يقرأوا لغيري، فهون حاله كثير مهمه. وقد ايه ساعدتكم السوشيال ميديا يعني على الانتشار وتقديم نفسكم؟ يعني مع احترامي لكل الكتاب ولكل الزملاء، انه السوشيال ميديا نحن كثير يعني بتخدمنا بشكل، يعني نحن لولا السوشيال ميديا ما كنا انتشرنا بصراحه. يعني نحن تبع الكتابه يعني انا بشهر واحد يعني الجمهور انا انصعقت انه احكي لها ماما شوفي اول نص نزلته انه اجى عليه اقبال، بس عادي النص اللي كان هو انا يعني اذا بكتب روايه قد ما كتبت نصوص رح يضل هيدا النصوص مميز عندي، هو بعنوان هو وطقوسه، كان لي شهر مبلشه انه قلت لها ماما هدول من وين كلهم طلعوا، انا بس شغلت الفولو. فيعني لولا الجمهور نحن ولا شيء، نحن بحاجه الجمهور طبعا. شو ضافت لك الكتابه هيك لحد الان بعمرك هيك شو ضافت لحياتك لشخصيتك؟ هلا الكتابة بصراحة يعني فينك تقولي انه حررتني، حررت كل شيء كان عم بيدور هون.
لو ما كنتش بكتبه او عم اكتبه بشوفوه الجمهور، بس عم بتحررني، عم بتغيرني يوم بعد يوم، عم بتخليني حس بقيمه حالي اكثر واكثر، عم بتخليني حس حالي انه انا بعمر صغير حدا ناجح، وبس اكبر لازم اكون انجح، يعني عم بتحفزني دائما اكثر واكثر. ان شاء الله لسه في خطوات. هون دائما الثقافه والالمام والاحاطه بكل شيء ضروريه، ومثل ما قلنا نرجع لقديمنا لموروثنا، ونحن مثل ما حكينا مع استاذ عبد الفتاح قلنا له نترك اغاني اللاذقيه القديمه لاخر نختم فيها حلقتنا اليوم. استاذ انتم حريصين لليوم انكم تقدموا هاي البانوراما الحلوه لاغاني اللاذقيه. اغاني اللاذقانيه بشكل عام كيف ما غنيت هي اليوم وقبل 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 بتضل تراث وحلو قريب على القلب واقعنا. وبنقول نقول رح نقول ويشاركوك كونهم هي اغانينا اللي حفظناهم. بعد ما اختم مع مشاهدينا اتشكر حيدر وجودي، استاذ نضال، استاذ عبد الفتاح، شكرا. باقة ورد جميله معتقه بين الماضي والحاضر، بين عراقه وفن. تسلموا لي، شكرا. وشكرا لكل مشاهدينا ومستمعينا. ورح نختم مع الاستاذ عبد الفتاح. شكرا للكادر، اهلا وسهلا فيكم، مشكورين الجميع لكم. تحيات كمان كادر العمل عبر اذاعه امواج وقناه اوغريت، مركز الاذاعي والتلفزيوني في اللاذقيه، ووصله غناء الاذاني ومطرب العراق الاستاذ عبد الفتاح. على رد الحبيب فتنا اطفنا الورد والفتنا، سرنا والجميل معنا حيينا من بعد ما مدنا. على رود الحبيب فتنا أطفنا الورد والفتنا، سرنا